يموتون والأشرار يموتون ولا تبقى إلا هذه الآثار. صاحب هذا المسجد رحمة الله عليه إذا كان يصنع هذا المسجد أو لم يكن يصنع هذا المسجد مات وذهب وتحول إلى تراب. لكن تعلمون الآن أكثر من 20 عام يصلي المؤمنون في هذا المسجد وفي بقية المساجد، كل ركعة يصليها مصل في مسجد لو اجتمعت ملائكة الرحمن كلها على أن تحصي ثواب ركعة واحدة ما أحصته. صاحب هذا المسجد شريك في ثواب كل هذه الركعات من أكثر من 20 عام ولعله إلى أكثر من 200 عام ببقاء هذا البناء. حقيقة هذا مو تعقل أن واحد يهتم ويبذل شيئا من قدرته لكي يخلد لذاته هذا الأثار. مو حيف واحد يموت ولم يخلف في هذه الدنيا شيئا، لم يخلف حسينية، لم يخلف مسجدا، لحظة واحدة في طلب العلم في مسجد أو حسينية أو أي مكان آخر أفضل عند الله كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. من أفضل من ختم القرآن 12,000 مرة؟ يعني واحد مؤمن يجي يسأل مسألة شرعية في لحظة، هذه المسألة أفضل عند الله من ختم القرآن 12,000 مرة. يعني إذا تختم يومية قرآن واحد كم سنة يصير؟ إذا يومية تختم قرآن واحد، من ساعات تقعد وتختم قرآن، كم سنة يصير؟ 12,000 مرة، 36,000 سنة تقريبا، مو تحقيقا. تختم القرآن لحظة واحدة، مسألة واحدة أفضل عند الله من ذلك في هذا المسجد وفي بقية المساجد وفي بقية الحسينيات. مسألة واحدة يسألها مؤمن التي هي أفضل عند الله من 12,000 ختمة قرآن، كلها صاحب ذلك البناء شريك فيها. حقيقة مو حيف واحد لأعذار واهية أو لعدم التوجه يترك هذا الخير الكثير ويخرج من الدنيا صفر اليدين. هذا مو حيف، هذه مو غفلة، هذا مو عدم توجه. من مات وخلف ورقة علم كانت حجابا بينه وبين النار. مو حيف واحد يموت ولا يخلف ورقة علم ولا يخلف كتابا يطبعه لأعذار واهية، لغفلة، لأنه ما عنده خلق. مو حيف هذا، هناك واحد يروح يقول يا ليتني قدمت لحياتي.